بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتكلم النهاردة على الأول معاكم أحمد عبد الرحمن من جي اف اكس اكاديمي دوت تي في. نتكلم دلوقتي أو النهاردة على ال vertex map وال displacement map وشوية مابات كده علشان نحاول إن احنا نعمل wrap up للجزء الأولاني بتاعنا عشان نبدأ نخش في حاجات فيها براكتس احلى من كده. في الريندرر البتاع ده انا مش عارف جه منين تقريبا وانا بجرب مع السلامه. كاميرا انتي الياس ري ديبس محتاج ازود الديفيوز لا مش انت زوده ل 2. انا ما عنديش اي ريفراكشنز، ما عنديش اي اس اف، بس ما عنديش اي فوليمتريك. انا عندي هيبقى عندي جلوسي وهيبقى عندي ديفيوز وكاميرا انتي الياس اكيد. هنقفل دي وتعالوا نشوف. طبعا انا حاطط هنا ارنولد سكاي، حاطط فيزيكال سكاي بس عشان نبقى بصينا بص على الدنيا عامله ازاي، ورافع التربوبيديتي وال اليفيشن ارتفاع الشمس على الارض. لو قل يبقى انت رايح وقت غروب، لو زاد يبقى انت رايح وقت نهار. الاذيموس اللي هو الشمس جايه منين او اتجاهها جايه منين، والله الاتجاه ده احسن من اللي انا كنت عامله. انتنسيتي اظن معروفه. لايت سكاي دوم لايت ده الاكسبوجر لو عايز تزود اكتر من كده. السامبلز اظن تمام. هنا ان كانت تاثر على السبيكولر ولا لا، او ريفليكشن ولا لا. انا مش عايز اتاثر على الريفليكشن عشان ما ابقاش ازرق، فهنزلها كمان ل 0.3 ديفيوز زي ما هو. بالنسبه للارنولد سكاي دوم مفيش فيها كلام كتير غير فيلمين. انا عامل طبعا حاطط خامه هيدر وانتنستي خفيفه قوي لان دي هتعمل الفيل لايت لو احنا خدنا بالنا تقريبا لا يذكر، بس عشان ينور هنا الحتت المظلمه شويه ما تبقاش في حتت ضلمه قوي. ما فيش فيه برضو اي كلام يتقال. عموما كل الكلام ده بيزك سيت اب زي ما احنا بنعمل كل مره. نخلي دي 50 عشان نعرف نشتغل تمام. وتعالوا نشوف هنعمل الشيدر بتاعنا ازاي. هنا انا مجهز شيدر عادي خالص، نتورك فاضيه ما فيش فيها اي حاجه، وحالا تتملي لو احنا جينا عملنا كده تمام عشان نبقى شايفين احنا بنعمل ايه. مبدئيا انا عايز على الارض دي ادمج صورتين مع بعض، ادمج صورتين مع بعض. اول حاجه انا عاوز الاول اعمل لوك للكاميرا بتاعتي عشان مش عايزها تتحرك، وهطلع بره الكاميرا والت دبل كليك هشيل الكريستالز تمام، ومش عايز دي في السين ولا عايز دي في السين ولا هيعبرني. ماشي، على كل حال خلينا زي ما احنا، وانا هشتغل براحتي. الكاميرا مقفوله تمام، انا كده هشتغل زي ما انا عايز. انا عايز زي ما قلت على الارض دي اعمل اكتر من مابه او اكتر من صوره. عشان اعمل كده انا محتاج في 5000 طريقه، لكن في طريقه حلوه قوي بالفيرتكس ماب. ايه الفيرتكس ماب؟ ان انت هترسم هنا مكان الصوره الثانيه اللي انت عايزها ازاي، زي ما هوريك دلوقتي. اول حاجه هنروح لللاندسكيب ونروح لسيلكت، وطبعا قبل ما اروح لسيلكت اروح للبوينت مود واروح لسيلكت واقول له فيرتكس او سيت فيرتكس وايت، خليها زيرو بحيث تبقى بالشكل ده كده. الاداه دي بتسمح لك انك انت تعمل بينتنج، خلي دول كده بس مش هنحتاجهم دلوقتي، ان انت تعمل بينتنج او ترسم اللي انت عايزه على النقط. طبعا هروح لكاركتر ومنها هجيب البينت تول. البينت تول تخليني ارسم اللي انا عايزه. طيب هنروح طبعا انا هرسم رسم راندوم، مش هرسم يعني مش هيبقى فيه حاجه معينه تمام. فتعالوا هنرسم كده. خلي بالك من نقطة مهمة جدا 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 جدا، أنا برسم راندوم طبعا.
ان انت عندك هنا الراديوس وعندك السترنجز. السترنجز هنا ما يعلم بها الا ربنا، يعني الصوره بتاعتي اللي انا هحطها هتظهر الاوباستي بتاعتها ما هياش قويه قوي، حاجات معديه مني. فانا هرفع السترنجز شويه وهروح للمود اقول له اريز مود، وهاريز كل اللي انا عكيته ده. هو بصراحه مش شرط نعمل له اريز، بس السترنجز 100% بالمنظر كده. طبعا الهاردنس هخليها 100 عشان اشيل نزوم كل دي. ارت افكتس بقى بتيجي من الستبس. تمام، الستبس على فكره كل ما بتقل كل ما يبقى عندي كواليتي احسن في الفيرتكس ماب. تمام، لكن طبعا الراديوس ميدل كليك، حرك يمين شمال هتشتغل على الراديوس كده. احنا بنعمل ريز بعدد ستيبس اقل، انا مش عايز بس سينما يهنج. على كل حال عشان ما نوجعش دماغنا هروح تاني للاد، والمره دي عندي سترينجز 100% وستيب سايز قليل شويه، وارسم زي ما انا عايز. طبعا انا عمال برسم راندوم عشان بعمل زي خريطه للمكان اللي انا عايز الصوره الثانيه تبقى موجوده فيه. طبعا هعمل كنترول زد لاني عايز اخلي الهاردنس ناعمه، الهاردنس كانت تقيله قوي، وهقوم رايح راسم بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. تمام، بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. في المناطق الحمراء هيبقى فيه صوره، وفي المناطق الصفرة دي هيبقى في صورة تانية خالص. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا انت حر تعمل اللي انت عايزه في الفيرتكس ماب. المهم ان انا عندي فيرتكس ماب، هنيجي على الشيدر بتاعنا، وهنروح هنا ونحط فيرتكس ماب. بس قبل ما نوصلها على ستاندرد هوريكم هي تأثيرها عامل ازاي. لو انا حطيتها على هنا على طول، كل الفيرتكس ماب هتعمله انها هتدي ابيض واسود. لو احنا جينا عملنا كده وخدنا الفيرتكس ماب حطيناها كده وشغلنا الاي بي ار، ده اللي الفيرتكس ماب هتدي. مكان الابيض والاسود انا كل اللي انا عايزه صور، عايز صور. انت شايف ان دي حاده. طب لو احنا عايزين ننعمها شويه ممكن نروح للفيرتكس ماب تاني، وبدل المود ما هو قاعد هقول له سموز. في سموز انا كل اللي انا هعمله ان انا هعمل سموزنس للترانزيشن بين المابه دي واللي بعدها. لو انا قللت الراديوس وخدت هنا سموزنس كده هخف شويه الحده اللي انا شايفها دي. تمام، الهاردنس شويه كده. تمام كده عملنا سموث. طبعا ولا اي حاجه، عشان ناخد بقى الصورتين بتوعنا انا محتاج حاجه تعمل لي ميكس بين الصورتين. ممكن احط الميكس وممكن احط الرامب ار جي بي. رامب ار جي بي في الحقيقه بتاخد لونين، بس بدل اللونين انا هحط لها صورتين. فك دي وودي دي هنا كده. الفيرتكس ماب احنا قلنا ان هي هتبقى زي الماسك. بالمناسبه نسيت اقول، لو انا عملت كده ورحت عامل كده هعمل انفرت ليه الماب نفسها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. المهم نرجع نوصل ديب دي زي ما كانت. قلنا دي تبقى الماسك. الماسك في الار جي بي رامب بيخش على الانبوت، وعايز بقى صورتين. هنا هروح ل ايمج، همسك دي كده واودي على الكالرز كالر 1 وهكليك
الايمج، وعلى ما افتكر ما عندي فين كيف الاسيتس في التكتشرز. تمام، عندي صورتين دي ودي. اللي انا هعمله عايز اعمل بليند بين دي وبين وبين دي. هاخد ده كده بالشكل ده، دي نزلت هنا زي ما احنا شايفين، طبعا نزلت على نزلت على كله. لو احنا قربنا، تمام، نزلت على كله. اول حاجة عايز اعملها قبل ما اكمل شغل عشان ما نتعبش، هروح في اللاندسكيب واخليها كيوبيك. تمام، الشكل اللي احنا شايفينه ده كده، طبعا كيوبيك. الصورة الصورة اتكررت كتير لان الصورة كبيرة شوية، فانا هروح هنا وفي التايلز احط بوينت 1 وهنا بوينت 1. ده ان ما كناش هنبقى مش عارف هل احنا كده في التمام ولا مش في التمام. 5 5 اعتقد كده تمام جميل. اللي بعدها دي كده خلاص راحت ل color 1 وفاضل duplicate من دي، ودي هتروح ل color 2. color 2 نخلي بالنا بقى كده الدنيا يعني جت معانا اهي. تمام، يا خبر ابيض، هي شكلها ماشي. نيجي لكالر 2 وكليك وناخد اللي وراها على طول، اوبن نو. هو ده اللي انا بتكلم عنه. اذا انا كده عملت مابا، المابا دي او الفيرتكس ماب اللي انا عاملها دي اتحكم فيها زي ما هل انت كده وقفت. لا انت ما وقفتش، انت ممكن ببساطه تيجي هنا وفي السموث هتعمل كده، بس هتستنى اهو ده يتظبط. مش عارف الفولوف لو انا غيرته يظبط الدنيا ولا لا، لان انا شايف ان هي حادة في بعض المناطق زي ما انا ماشي كده. بالظبط كده، في بليند احسن بكتير قوي 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 من الاول. هو ده اللي بتكلم عليه. انت اهم حاجه فهمت النظريه، ولو احنا خدنا السترينجز دي كده وخدنا الستبس اوسع من كده شويه هنلاقي الدنيا اهدى بكتير قوي قوي. جميل، على كل احنا فهمنا الدنيا ماشيه ازاي. نكمل في باقي الشيدر، لان بقيه الشيدر في كلام كتير. نفس الموضوع في التورس، هروح اقول له كيوبيك بوينت 2 وهنا بوينت 2. تمام، وفي الكريستال برضو كيوبيك. تمام، و بوينت 2 بوينت 2. تمام، لو رحنا للكاميرا بتاعتنا هنلاقي الوضع بتاعنا كده. اعتقد ان الجراوند بوينت 5، لا بوينت 3،
معقولة، ولو ان انا شايف ان في تايلينج زيادة. خلينا على دي. جميل كده، احنا عملنا بالفيرتكس ماب، حطينا الماسك وحطينا كولر 1 وكولر 2. ده كله شايف، لو انت خدت بالك مفيش لا شادو ولا بتاع ولا اي حاجه. ليه؟ لان انت مش حاطه كديفيوز كولر. تمام، لو احنا جينا عملنا كده وخدنا بقى دي هنا وقلنا كولر وخدنا دي هنا، اهو فرق. تمام، ماشي كده، في فرق. الفرق ده جه منين؟ من الديفيوز كولر. و انا شايف انها في الكريستالز، المفروض انها تيجي على ده، ما تجيش على الكلونر. وتتكرر لها شوية، لان الكريستالز اساسا حجمها صغير. خلصنا كده من الماتريالية دي، نروح كده على دي ونروح للديفيوز كولر، وكالعادة هقلله، مش عايزه يبقى جامد قوي، وهنرفع الروفنس بتاعه سنتين. بعد كده عايزين نروح للديسبليس، بس قبل ما نروح للديسبليس عايز اعمل الامبيانت اوكلوجن، عشان ما يعني احس ان في كونتاكت بين الاجسام وبعضها. الامبيانت اوكلوجن هحط امبيانت اوكلوجن. تمام، الامبيانت اوكلوجن المفروض بقى ان هو هيطلع كاوت بوت، او ممكن نعمل حركه حلوه قوي. انت عايز الامبيانت اوكلوجن يبقى مالتي بلاي فوق الديفيوز. في الكومبوزنج احنا بنعمل كده، بنحط الامبيانت اوكلوجن مالتي بلاي فوق اللي تحته او فوق الديفيوز. هنعمل نفس الحركه. الامبيانت اوكلوجن هنا اللون الاساسي بتاعه الابيض، وده اللي هو البلاك. انا عايز اسيب البلاك بلاك، بس الوايت ده عايزه الايمج بتاعتي، او الايمج اللي انا هعمل بيها الامبيانت دي انا محضرها. هنروح ل، لا مش ده، هنروح ل ايمج. تمام، وناخد الايمج دي هنا، وما علينا من احنا سامعينه ده، وهحطها للوايت كولر. وهاجي هنا واقوم رايح واخد الايمج على حسب ما انا عاملها. انا فاكر ان انا عاملها هنا في الفولدر بتاعنا ده في تكس اهي. بالمناسبه الامبيت اوكلوجن ايمج انا عاملها ب برنامج كريزي بامب، كريزي بامب هو ده. هكليك الصوره دي واقوم جاي عامل اوبن، هيقول لي، هقول له نو، واوتوماتيك لو احنا جينا حبينا نبص على دي بس شكلها عامل ازاي، لو انا حذفتها هنا كده، هي دي اللي بتعمل دريفن زي ما احنا شايفين. عملت الامبيانت فين؟ في الشقوق اللي احنا شايفينها دي. تعالوا نظبط الدنيا بتاعتنا في الامبيانت اوكلوجن، عشان لما نعمل مالتي بلاي فوق دي نبقى عارفين النتيجه عامله ازاي. في الفولوف، او مش في الفولوف، في الفار كليب، لو انا زودته المسافه دي هتزيد، او المسافه اللي هينتشر فيها الامبيانت اوكلوجن هيزيد. لو انا عملتها مثلا، بصوا كده، لو عملتها 50 قلت شويه، ولو احنا عملنا ال لا اسف، ده دي الفار كليب، خلاص لو دي عملناها 0.5 زي ما احنا شايفين الامبيانت اوكلوجن انتشر شويه، ولو احنا عملنا الفار كليب 200 مثلا، تمام، بقى عندي شكل حلو قوي. ولو دي عملناها 0.3 تمام، والنير كليب اللي هي اكتر مسافه ومركز فيها لو عملتها 0.1 راحت. تمام، فانا عايزها زيرو، او بتعتمد على فكره هي على حسب حجم الاوبجكتس. لو عملت انفرت نورمالز هيعكس الماب، تمام، هيعكس الماب، وانا مش عايز ده اللي يحصل خلاص، لكن انا عايزه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. الفولوف لو قلت له 0.2 1، لا 1 هيبقى باهت شويه، خليها 0.1 بحيث يبقى غامق شويه. ليه؟ هوريكم دلوقتي. خلاص كده خلصنا من دي كده، تعالوا بقى نحط دي هنا في البيوتي. ده بقى هيروح هنا ازاي؟
في نود اسمها كومبوزيت، هي واضحة تمام. كومبوزيت لو رميت الكومبوزيت نود دي، هي الاوتبوت بتاعها، الاوتبوت بتاعها نخلي بالنا انه هيبقى هنا، وهي بتاخد اتنين انبوت، بتاخد اتنين انبوت. لو خدنا بالنا من الكالرز وقلت له كالر ده ملتبلاي ده، هيديني اسود، تبقى مات، تبقى مات ممتازه على فكره. لكن لو هنا جيت ضغط قلت له A وجيت هنا قلت له B، انت عايز مين فوق مين؟ عايز ده فوق دي، او ده ملتبلاي على دي، زي الفوتوشوب، هاخد ده احطه في A واخد دي احطها في B. بالشكل ده انا عملت الامبت اوكلوجن ملتبلايد مع الديفيوز تشانل. وصلت الحته دي، الحته دي بتدي رياليزم جامده قوي، واحسن ما تقعد ترندر مرتين، يعني الحته دي بتخليك ما ترندرش او ما تعملش رندر مرتين. في نقطه مهمه، لو انت حابب انك انت تكالر كوركت الامبت اوكلوجن دي، هتقوم حاطط هنا كالر كوركشن نود، وهتقوم رايح مودي دي هنا الاول وتقول له انبوت، وتقوم مودي دي على هنا وتقول له دي الوايت. في الحاله دي لو انت رحت هنا وقللت الجاما شويه، زي ما انت شايف الصوره قفلت. وعشان نبقى عارفين الشكل بتاعها عامل ازاي، هنعمل الت دبليو في عشان نوصلها ل البيوتي باس، ونرفع، لو رفعنا الجاما شويه زي ما هي مرفوعه كده، ورحنا على الكونتراست زودناها وقللنا الجاما سنه، تمام، هنلاقيها، هنلاقي المابا بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. ممكن الجاما تنزل كمان شويه، تمام، بس كده هنقفل، هتقفل السين بتاعتنا قوي، فهنخلي الجاما عاليه شويتين. والكونتراست هعليها شويه، والاكسبوجر هاخده ورا سنه، ممكن الجاما هبقى سنه كمان، تمام. بعد كده ال دبليو اكس عشان ارجع البيوتي باس زي ما هو، هلاقي السين عندي بالشكل ده كده. جميل كده، خلصنا من السين دي. و اللي بعد كده هنبدا نشتغل على الديسبليسمنت ماب. خلصنا من الشيدر بتاعنا، نخش على الديسبليس. ازاي نعمل الديسبليس؟ مبدئيا عندي displacement في اتنين، vector displacement وفي normal displacement. vector displacement على فكرة مش هتشتغل معاه غير لو انت عندك الفيكتور او displacement vector map بتاعة الصورة، طبعا هي مش موجودة عندي، لكن انا عندي normal displacement. هوصل دي مع الارنولد displacement. خلي بالك ان displacement by default في الارنولد عالي قوي. في displacement نفسه عايز map. طيب خد دبلكيت من اي واحده من دول، تمام، ونروح هنا وناخد displacement. في الايمج هنروح لنفس الفولدر، انا عامل فيه displacement map اهي، تمام، دي displacement map، ولو ان ممكن هي تتعمل احلى من كده. ديليت، وهي فرصه اوريكم هنشتغل ازاي. كريزي بامب، تمام، اوبن فوتوغراف، هاخد الصورة بتاعتي،
هي دي صح. جميل، انا مش عايز اقعد العب كتير، انا عايز اروح على الديسبليس النورمال ماب. تمام، هقللها سنة. الانهانسمنت ديتيلز هعلي عشان تبقى بالشكل ده كده. في الديبث و النويز ريموفال، بس نويز ريموفال هيعمل بلر، انا مش عايز بلر. تمام، بحيث تبقى الماتيريال بتاعي بالشكل ده. الدبث على فكرة اللي هو الشاربنس، هرفع برضو الشاربنس وهقول له سيف، وسيف لي سيف ديسبليسمنت تو فاير، وهسيفها في نفس فولدر مود بيتلاين كواليتي. لا انا عايزها تف فايل، و او ما قايل له سيف في الفولدر اللي انا كنت عمال رايح جاي فيه، كمبيوتر اعتقد اي 3 سينما 4 دي في اف اكس تكس تكس تكس، هو الفولدر ده. واقوم قايل له سيف وتمام، اقفل بقى كريزي بامب. وهناخد السبيكلر، لا هناخد الديسبليسمنت. واقوم قايل له اوكي ونو. نستنى شويه لان هلاقي الديسبليسمنت عندي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يا رب بس اعرف اقرب من الارض. تمام ماشي، بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. دي كده ال displacement. لو احنا رحنا لل displace وعملنا ال displace باتنين، هنلاقيه زاد قوي. هنروح ل standard وهنطلع بالديفيوز شوية تمام. بس انا ليا حاجة، انا عايز اخلي الديسبليس ده زي ما هو، وعايز اروح على اللاندسكيب نفسه واحط ارنولد تاج. وتعالوا نتكلم في الارنولد تاج بارامتر ده، لان هو فيه شوية كلام. اول حاجة في السب ديفيجن ده زي الهايبر نيربس او زي السب ديفيجن سيرفس في سينما. هو ليه انا حاسس ان الامبيانت اوكلوجن فيها مشكلة؟ لا ما فيهاش مشكلة، عايز ارجع بالصورة كده. تمام، بس عشان اشوف انا كنت بعمل ايه كده. بس ليش شغال مظبوط على فكرة؟ انا كان عندي غلطة ان انا كنت في الشيدر هنا في ايمج 2، كنت رايح جايب الديسبليس انت، عشان كده كنت عمال الاقيها بيضة، لكن الحمد لله الغلط صلح. عموما الديسبليس بتاعي شغال كده تمام.
لو رحنا ده قلنا ده في السب ديفيجن، وده زي السب ديفيجن سيرفس. طبعا ممكن تقلل تزود تعمل اللي انت عايزه.